على فاطمة تباني راقدة على 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 كانت دخلت لضرب الجوع. باهي. قررت ما عادش ناكل توا 4 أيام. ما عادش ناكل. نشوف الماء كهو. حمست على رزقي ما عاد عندي شيء. لا عاد عندي حتى باش نمشي نشري حتى شيء، حتى خبزة ما عنديش. تو ولادي ما نجموش يوكلوني. تو جيت لدار بنتي توكل فيا. ورثت الورثة ذي من عند خويا الطيب 8273. قعدوا باسمي سنين الله. فكلي رزق بتدريس. مشيت جبت الورقة من البلدية وديتها لقرنباليا. خذيتها من قرنباليا. عملت قضية في التدريس. جبناها من محكمة جبناها من قرنباليا. عنده كيل الجمهورية. المحكمة العقارية ما غزرتش التشطيبة. غزرت كان التسجيل. سجل نحاتني من التسجيل. من دفتر خانة. سبب لي محمد السمعي ورئيس البلدية في فكان أرضي. عملي زوز نوازل فكلي أرضي وسد لي أرضي الثانية الأخرى دفتر خانة. بعث للبلدية قالت لها إيه صلح وضعيتك مع المراضية. فاطمة تباني في عام 90. إيجا فسر لي تشطيب هذايا. رقدة صحيح فاطمة تباني من دفتر خانة ما خلصونيش. من غير ما علموني. كل سبت في محمد السمعي. أنا هكا دخلت لضرب الجوع. طالبة ناخذ حقي. ما عنديش بنات. محمد السمعي رئيس الأشغال. سكر لي أرضي. وين يمشي محمد السمعي يهججني. مانيش راجعة على ضرب الجو. حتى تعطيني حقي. أنا بعثت رسالة. لوزير العدل. من عام 2005. شرحت فيها نتاع تدريس ما ردش عليا. هذه الشهادة الملكية نحاوني من دفتر خانة من غير ما خلصوني ومن غير ما علموني. هذه الشهادة الملكية نحاوني من دفتر خانة من غير ما خلصوني ومن غير ما علموني. هذه الشهادة الملكية نحاوني من دفتر خانة من غير ما خلصوني ومن غير ما علموني. 8000 متر و273. صح. عام 2005 بعثت لوزير العدل. عام 2006 كتبت في الجرايد على حقي. فكولي رزقي من غير ما علموني بتدليس. وانا مرسمه في دفتر خانه باش نحب نبعث لوزير الداخليه باش يرجع لي حقي. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أمل جديد ولا بد للخير أن ينتصر. أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستجد ركوب الخطر. وألعن من لا يماشي السماء ويقنع بالعيش عيش الحجر. الشعب يوما أراد الحياة فلا
لابد أن يستجيب القدر. الشعب يوما أراد الحياة لابد أن يستجيب القدر. زين قد مطيشة ولادي ما عندهمش باش يوكلوني. ولادي ما عندهمش باش يوكلوني. الحانوت باتوا، الحانوت سكرتوا، الكربة باتها، راني فلست معاش عندي باش نشري حتى خبزة. فلست في الأفوكاتية، فلست في السوني، فلست أنا ما ترضانيش. أنا ندخل في أضراب الجوع وأنا روحت من السبيطار رزقي الكل خذاوه وما عندي حتى شيء، ما عنديش باش نشري خبزة. ترضانيش نموت تحت الجوع؟ ترضانيش أنا وما عملت شيء في دنيتي؟ عمري 84 سنة ونحب ناخو حقي. أنا دخلت لضرب الجوع فكلي يرضي اللي في حي صناعي، فسدوا علي الطريق اللي شراها طليان. رئيس البلدية كلمني وقالي مش نعطيك حقك، كذب علي هو محمد السمعي رئيس الأشغال، وفزد لي الثانية الأخرى الثالثة ثلاث ثواني. أنا تو ما عاد عندي شيء، أنا تو وليت ندوخ ونتيح. حتى في السبيطار برا نشد عليها قالوا لي باش مرضت، قلت لهم ندوخ. كنت في نعمة وليت في الجوع، كنت في نعمة وليت في الجوع. ترضانيش أنا كنت غنية نمشي نطلب. تو اليوم وليت نطلب، ما عادش في داري. أنا اليوم راني تو من عادش في داري، وليت في دار بنتي توكل فيها، ولادي ما عادش عندهم باش يوكلوني. رغم اللي أنا عندي رزق وفكهولي لول ثانية، ثاني ثانية، ثالث ثانية، والثواني الثانية في حي صناعي فيها ثلاث كتارات أنا وخويا، الثانية الأخرى فيها زوج كتارات أنا وخويا، الثالثة فيها ثلاث مراجع فزادهم الطريق. هذا رئيس البلدية ومحمد السمعي رئيس الأشغال وأنا في السبيطار. ما يساعدكش يا سيدي زين عبد الدين اللي أنا عمري 84 سنة ونموت تحت الجوع في وسط رزقي. أنا نحب نهبط تتجيل ذايا باش العالم الكل يراه، يراه. أنا مرا كبيرة عمري 84 سنة، كنت في تركة قوية حي الصناعي، ثانية فيها 20 مرجع، ثانية فيها 3 مراجع، وليت اليوم في ضرب الجوع. ما عادش عندي حتى شيء، ما عادش عندي باش نشري خبزة، ولادي فلسوا وأنا فلست. ما ترضاوش ما ترضاونيش.